كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام، لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائماً أنني سأعود يوماً ما. لقد عاد للتو من المتجر. كنا في المتجر وليدة. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. السلام عليكم. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. هذا الأمر.